هنعمل الحمص بالطحينه. الحمص بالطحينه اللي هي الاكله اللي اساسها شامي معروفه، الدب، التغميزه الفظيعه دي، وسهله جدا ومشبعه جدا. وبدايتها كلنا بنعمل الحمص، بنسلق حمص علشان زي الحمص المسلوق الحلبسه، يعني زي ما احنا في مصر بنسميه المشروب الحلبسه ده او الحمص المسلوق. البدايه هي في ناس بتعمل، هقوله، في ناس بتعمل الحمص ده علشان يتطحن ويبقى الحمص بالطحينه اللي هو البيوريه المهروس ده. في ناس بتحط مع الحمص حاجات يعني تنعمه او تخليه يبقى لما يتطحن يبقى ناعم قوي، ففي ناس بتحط بيكنج صودا. انا بالنسبه لي اي حاجه اضافات ليه، يعني حتى لو مخرز شويه ما عنديش مشكله، بس خلينا قبل ما نبتدي نعمله مع بعض نقول المراحل اللي احنا ما عملناهاش قصادكم. المراحل ان احنا اشترينا الحمص، واحنا بنشتري في نوعين حمص في السوق، نوع حبته صغيره كده وشكله مش عاطفي خالص، شكله مش حلو، يعني مش مدور، الحبايه مش مدوره وصغير ولونه غامق كده، يعني لونه بيج مطرب شويه، اوكي. وفي نوع للاسف مش معايا منه دلوقتي قصادي، بس بيبقى الحبه اكبر، لونها اجمل، افتح ومنور عن الحبه المظلمه شويه دي، ومش مخشن قوي كده. التاني بيبقى انعم تدويرته، انعم شكله احلى، يعني اصل الكلام من التاني شكله احلى. لو سمحتوا جيبوا اللي شكله مش حلو، لو قدامكم الاتنين وفي اماكن كتير بتبيع الاتنين، جيبوا الحبه اللي شكلها الغامقه الصغيره المعرجنه دي، دي قيمتها الغذائيه اكتر، لان جزء من القيمه الغذائيه موجود عند القشره، ودي قشرتها اخشن، فكل ما بتكون القشره خشنه او جزء القشره بيبقى فيها مضادات اكسده اكتر. فالنوع ده احنا حابينه، خلاص اشترينا. بعد ما اشترينا هننقع، مهم قوي مرحله النقع، هننقعه 4 5 6 7 8 ساعات، ما فيش مشاكل يعني، بس مش اكتر، مش اكتر من كده. في ناس بتسيبه باليوم او تقول لك هنقعه النهارده وبكره، او بكره تقعد 24 ساعه، مش لطيف، لانه كمان شويه بتلاقوه طلع رغاوي بيضة كده. فاحنا عايزين يعني 6 7 8 ساعات بالكتير، حلوه قوي قوي. ننقعه في ميه كويسه كتيره، نديله الوقت، واهم حاجه طبعا هنكون غسلناه، اهم حاجه ان ميه النقع دي عايزين نتخلص منها. يعني في ناس برضو بتقول طيب ما هو حلو الميه اللي نقعنا فيها هي اللي نسوي فيها، لا، في مواد صعبه الهضم بتخرج في الميه، فاحنا بنبقى عايزين نتخلص منها ونخلي المواد اللي يعني اللي جسمنا هيتعامل معاها احسن. يبقى قلنا ان احنا نقعنا وتخلصنا من الميه، ونبتدي هنسلقه. هنحط ميه بارده ولا سخنه؟ هنسلقه في ميه بارده، مش زي ما بنعمل مع الفراخ واللحمه نبقى مسخنين الميه وننزل الفرق، لا. البقول لما نحب نسلق بقول نسلقها في ميه بارده ونسيبهم يسخنوا مع بعض زي ما احنا عملنا كده. هنحط معاه ايه وهو بيتسلق؟ لو هتعملوه كده وعايزينه يعيش ما تحطوش لا بصل ولا طماطم ولا حاجه، لو بتعملوه حلبسه حطوا بصل، بصلايه وطماطمايه، وحطوا كمون حب مهم قوي قوي، وحطوا كل اللي انتوا عايزينه كده علشان يعيش اكتر. بلاش البصل وبلاش الطماطم، خصوصا لو هتخزنه مده طويله. لو هناكله حمص بطحينه هنبقى عايزينه يتهري كويس قوي، يعني نديله الوقت اللي هو يستوي سوا حلو، وبعدين نبتدي بقى احنا كده ايه، نبتدي نحط. بالخبره بقى كده لما بنبقى متسربعين وبنحط كتير ما بينعمش كويس، فمضطرين نطول بالنا شويه، وانا عارفه ان دي حاجه مش لطيفه، انا برضو ساعات ما بحبش اطول بالي خالص، بس لما نحط ما نحطش كتير مع بعض، لانه مش بيتفرم كويس، الخلاط مش بياخده كويس او مش بينعم. بصوا بقى، وخليه على البالس، يعني خلينا كده ما ندورهوش مرة واحدة كده ونسيبه، لا، خلينا نعمل بالس. ويجو كده حبة بحبة حبة بحبة. بصوا بقى نعمل ازاي، يعني مش هيبقى ابدا زي الجاهز، بقول لكم في الجاهز عشان ينعموه قوي بيحطوا له اضافات احنا مش عايزين نحطها. بيحطوا له مواد تهري الحباية خالص، واحنا مش بنحب نحط أي حاجة مش طبيعية. فاحنا هنعمل كده. طيب
الموضوع ده بياخد وقت، ما بتعتبروش خالص دلوقتي، هنفضيه ونرجع نبقى نحط تاني علشان نعمله على مرحلتين. عايزه سباتيولا بقى، انتوا برواقه في البيت الوقت بيبقى اريح واطول. اقرصوا عليه شويه اكتر من كده، وبيبقى سهل كمان ان انا لو هستخدم كل كميه الطحينه اتبل في نفس، يعني اعمل كده اتبل في نفس المكان اللي هحط منه. انا بحب احط كمون كتير قوي، كمون مطحون، كمون بالنسبه لي مهم جدا. وبلاقي ان ده بيوفر وقت كده ان انا اروح نازله بيه كله مره واحده بكميه الطحينه اللي انا هحطها. زي ما اتفقنا، اللي عايز يحط توم، اللي عايز يحط تبلوا الطحينه على ذوقكم وبعدين ابتدوا اعملوها. كده اسهل ان انا ادخل الطحينه مره واحده مع الكل، بدل ما ابتدي احط شويه بطحينتهم فيطلع الطحينه هنا تقيله، احط اللي وراه تطلع الطحينه اقل. يعني لو انا بعمل باتشز او اجزاء باجزاء مش هقدر اظبط ايديا في كل مره اني احط نفس كميه الطحينه ونفس كميه التوابل، فبيبقى احسن مره واحده نحط كل الطحينه عليه على بعضه بكل التوابل، يبقى على الاقل ضمنا ان الطعم اتوزع كله. مهما اقسم بعد كده وانا بكمل اقسم يعني ادوار هنا، يبقى الكل ظبط نفس الطعم. نرجع بقى حبه بحبه تاني. خلاص يا جماعه، التتبيله ممكن توم للي بيحب، عاده مش كل الناس بتحط توم. هنبتدي بقى كمان دلوقتي نحط الميه بتاعته. خليني اجيب كده حاجه كبشه او حاجه احط بيها. دلوقتي ندور وابتدي انزل الميه. الناس بتعملهم وهي بتعمل الحمص بالطحينه. في ناس علشان يطلع هاشش قوي قوي بيعملوا ايه؟ بيعملوا بيحطوا ويروحوا حاطين معاه تلج، سواء كده او كده او لهذا ولا ذاك، زي ما احنا عملناه. الثلاث طرق مقبولين جدا. نطلع فاصل، انا في الفاصل هكمل شويه، مش هعمل اي حاجه غير اللي انا عملته، هكمل كميه ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد الحمص بالطحينه. كل واحده ليها ميزه. ميه الحمص طبعا طعمها حلو قوي، الطعم فيها. التلج انا جربت لكم الاثنين، التلج بيخلي الحاجه تبقى تهيش كده او تبقى زي ما بيقولوا فلافي، يعني هشه جدا. دي اللي انا عملتها بالتلج ودي اللي عملتها من غير تلج. مش عارفه بقى لو انتوا نظركم والكاميرا وكل حاجه هتبين الفرق ولا لا. اللي بالتلج اهي بصوا هشه خالص، هشه خالص اهي، يعني باينه. اهي اللي من غير تلج اتقل شويه، بس هنا الميزه ان هي بالميه بتاعت ممكن بقى تعملوا الاثنين، ممكن تاخدوا شويه ميه من حمص قبل كده وتجمدوها فتبقوا حطيتوا التلج يعني ميه الحمص هي اللي متلجه، هي اللي عامله تلج. بس هنا اهي، وبعدين بقى ممكن نزوقه زي ما نحب.